دلوقتي موجود على التليفون اللي هو جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك. شو بيه؟ كان عند حضرتك النهارده في يعني مجلس وزراء مصغر في منعقد في كفر الشيخ. هو زي ما حضرتك قلت طبعا شرفنا النهارده السيد رئيس الوزراء وعدد 6 وزراء، النقل والاسكان والصحه والتعليم العالي والحكم المحلي والزراعه. زي ما حضرتك بتقول كده مجلس وزراء مصغر، الحقيقه مسوا كل المشكلات اللي بتعاني منها محافظة كفر الشيخ الحقيقة، يعني أمل ومستقبل بإذن الله. إحنا الحقيقة قطاع التعليم ست ابتدى الأول بكليتين، كلية الذكاء الاصطناعي وزي ما سعادتك قلت روبوتات، وتعليم على أعلى مستوى للطلبة. هي جامعة الحقيقة من أحدث الجامعات في الجمهورية ومبنية على أحدث طراز. الجزء الثاني بقى ربط سوق العمل بالتعليم، كلية المصايد السمكية. احنا عندنا هنا كم من المصايد السمكية، عندنا 120 كيلو على البحر الأبيض المتوسط غير بحيرة البرولوس. عندنا مزارع غليون، عندنا مزارع المحافظة ومزارع خاصة، عندنا 42 مصنع للأعلاف السمكية، فعندنا كم ضخم محتاج فنيين. عندنا المستوى العلمي الأعلى كمهندسين هو كلية المصايد اللي سيادته زارها، وعندنا المستوى التعليم الفني في 7 مدارس مخصص فصول منها للاستزراع السمكي. سيادة تفقد المعامل سواء للمية أو للأسماك، تفقد المزارع، تطوير الأنواع اللي بتدي إنتاجية أعلى، تفقد مصنع تدريبي للطلبة لمصنع الأعلاف، تفقد آخر حاجة الحقيقة معمل متنقل صغير يتنقل المزارع السمكية دي. وأهم حاجة بقى العلم التطبيقي، مصنع تدريبي لتعبئة وتغليف الأسماك عشان الطلبة بعد ما بيتخرجوا يبتدي يقدر يتشارك مع جهاز مشروعك أو جهاز مشروعات المتوسطة والذخيرة، ويعمل جزء من نشاط لي مستقل. طيب سيادة المحافظ، كنت لسه عايز أسأل حضرتك كمان بمناسبة التعليم وبمناسبة الوزراء، بالنسبة للتعليم التابلت اللي حضرتك شفته. أيوه طبعا أنا شاهد. الاستعداد فيما ارتبط ببلد كلها بتستعد، رئيس الجمهورية أكد على هذا الموضوع أكتر من مرة، آخرهم في افتتاح معمل التكرير الجديد. احنا استعدادنا ازاي في محافظة كفر الشيخ لا سمح الله، لا سمح الله على المستوى، وكان مع حضرتك السيدة وزيرة الصحة النهاردة على مستوى اي ما يستجد بخصوص فيروس كورونا. هو الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الثروة التعليمية اللي احنا بنشهدها من الانتقال من التعليم الورقي الى التعليم المميكن، السنة دي السنة الثالثة في التعليم بالتابلت، وبالتالي يمكن زي ما السيد وزير التعليم صرح ان يمكن الامتحانات حتى مش بس التعليم اونلاين، الامتحانات كمان ممكن تبقى اونلاين حتى لو كانت شهادات زي الثانوية العامة، وبالتالي احنا مش هنتأثر بجزئية جائحة كورونا. احنا التعليم زي ما سيادته اشار، التعليم هيجزأ سواء جامعه او مدارس، مش هيبقى بكامل القوه عشان يبقى الاجراءات الصحيه. لو استدعى الامر انه هي هيبقى اونلاين احنا جاهزين، وكل المحافظات جاهزه بانه يبقى التعليم سواء تعليم حضوري. احنا شايفين حتى في الصور شايفين في الصور الترتيب بتاع الكراسي على المسافات الامنه، يعني لا المسافات الامنه، الالتزام بالكمامات، بالتطهير ما قبل العام الدراسي. احنا ابتدينا نستعد في مدارسنا، طهرنا بالرغم انه لسه التوقيت، لكن احنا بنطهر بنعد مطهرات موجوده جوه المدارس. ابتدينا جزء برضو. طب وبالنسبه للمستشفيات؟ لا المستشفيات احنا شغالين في اجراءات صحيه، دي المنظومه اللي بنواجه بيها جائحه كورونا، فاحنا المستشفيات والوحدات الصحيه احنا عارفين انه كان في انشاء لمستشفى طارق جديد. مستشفى طارق جديد ومستشفى اورام جديد، هما المكانين دول حلمين كانوا لكفر الشيخ. حقيقه نسبه البناء الانشائي في مستشفى الطوارئ
اللي بتخدم تقريبا شمال الدلتا ووسطها بالكامل خلص بنسبة 95%، داخلين على الأعمال الكهروميكانيكال، سيادته ودفع بمعدلات التنفيذ. طبعا محتاج كان اعتمادات، الحقيقة تم الدفع مع مراجعة وتوفرت مع الحمد لله. التعليم العالي، لأن مستشفى الطوارئ تبع للجامعة، الحقيقة هي طبعا منطقة طبية متكاملة، يعني مستشفى الطوارئ والمستشفى الجامعي وكلية الطب وكلية التمريض كلهم كمنطقة قائمة بذاتها، وجنبها عيادات خارجية هتتعمل، فالمنطقة هتبقى عاملة زي مدينة طبية. كان يوم طويل بالتأكيد لكن الحقيقة ده احنا مثمر بنتكلم في أول مرحلة. ومثمر ومهم، بس احنا المرة الجاية بقى نبقى موجودين عشان ايه ناخد جولة برضو في الأمور الجديدة دي. انا بشكر حضرتك شكرا بس جزيلا يا من فندم. غير تاكسي يا فندم بقى، يبقى لا نحاول مرة ماشي نرتبها، بس نتشرف دايما بوجودنا مع حضرتك يا فندم. لا تنور في أي شكرا وقت جزيلا حبيبي. سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، شكرا جزيلا.